أما صممت بشكل أنها تتيح أكبر فرصة من التفاعل المباشر بين الزعماء من الجانبين على أسس من الشفافية الصراحة الموضوعية، لنختلف إنما نختلف عن موضوعية ليس عن تجنب أو عن مواربة، لأنه القضية لم تعد تحتمل، هذه القضايا لم تعد تحتمل الانتظار ولم تعد تحتمل أنها تستمر دون أن تواجه بشكل فعال، لأنه تداعياتها وخطورتها بتزداد يوم بعد يوم. هناك دول تقترب من حالة من التحلل، هناك دول تتعرض للانقسام، هناك دول أصبح هناك في ما يسمى باللاعبين الذين لا ينتمون إلى دول الذين يؤثروا في الدول. وعلى الجانب الآخر في الاتحاد الأوروبي يمر مرحلة دقيقة للغاية في تاريخه، لأنه الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى ما يواجهه من تحديات نشترك فيها، أن هناك تحديات أوروبية ومنها ما هو ذو أثار جانبية لهذه الظواهر، التيارات الشعبوية المتشددة والظواهر الخطيرة مثل الإسلاموفوبيا والمقاومة الأقليات وكل هذه الظواهر، بالإضافة إلى حدث وجودي ممكن أن يؤثر في الاتحاد الأوروبي وهو احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كل ذلك بيجعل أنك أنت لابد أنك أنت تدير هذا الحوار وهذه العلاقات بشكل مختلف، الإيقاع مختلف، الأسلوب مختلف، الهدف مختلف، كل شيء بيختلف، بحيث أنك أنت لابد أن تخرج بقوة دفع جديدة تستطيع من خلالها أن تبني عليها وننخرط في عملية مختلفة من التعاون تجمع بين إمكانية الاستمرار في التعاون وأيضا تجمع بالاستمرار في الاختلاف، لأنه الاختلاف أمر